بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور مصطفى الجمالة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الريكفري موديل في برنامج الأوبنت. الهدف إن إحنا نعمل سيميوليشن للتري نتورك اللي قدامنا ديت، ونطلع البرفورمانس بتاع الراوتينج بروتوكولز المختلفة زي ريب وإي أي جي أر بي وأو أس بي إف. وبعديها بإذن الله هنعمل فيلير في لينك ما بين أحد روايات الراوتر اللي جنبه، علشان نشوف تأثير الفيلير دوت على البرفورمانس بتاع الراوتينج بروتوكولز. النتورك اللي قدامنا ديت التوبولوجي بتاعتها تري توبولوجي، وديت من اشهر التوبولوجيز الموجوده في شبكات الاي اس بيز او الانترنت سيرفيس بروفايدرز. علشان كده هنعمل سيميوليشن باذن الله باستخدام التوبولوجي ديت. التوبولوجي اللي قدامنا بتتكون من مجموعه من الرواتر، وتعلمنا السيشن اللي فاتت ازاي نعمل كونفيجوريشن ليها وازاي نشغل الراوتنج بروتوكولز على الرواتر ديت، وتعلمنا في السيشن اللي فاتت ازاي نكونفيجر الابلكيشنز وازاي نكونفيجر البروفايل اللي هي السيتنجز اللي هتشتغل بيها الابلكيشنز على اجهزه الكمبيوتر الموجوده في النتورك. في الشبكه ديت عندنا اف تي بي سيرفر على راوتر 20، وعندنا فيديو سيرفر، ومن وجهه نظر الكلاينتس عندنا 2 كلاينت اف تي بي كلاينت علشان يعمل داونلود من الاف تي بي سيرفر اللي في الراوتر 20، وعندنا فيديو كلاينت علشان يعمل فيديو كونفرنس مع الفيديو سيرفر المتربط او الموجود على راوتر 20 او ار 20. بقى لنا في الشكل دوت او الشبكه ديت الموديل بتاع الفيلير ريكفري، وهو ده اللي هنركز عليه في السيشن ديت. علشان اضيف اي موديل او اي نود جديده بنضغط على العلامه اللي فوق اللي اسمها اد اوبجكت او اد نيو اوبجكت دوت. بعد ما نضغط عليها هيظهر الويندو ديت. الويندو ديت بيبقى موجود فيها لستة بجميع الاوبجكتس او اللينكس الموجودة في الاوبنت. اللي يهمني منه دلوقتي هي الموديل بتاع الفيلير ريكفري اللي قدامنا دوت، الفيلير ريكفري، وده هنلاقيه تحت الجزء اللي اسمه يوتيليتي وبعديها نود موديل. نضغط على فيلير ريكفري هنا، وبعدين هيت فيلير ريكفري نسحبها ونحطها في الرسمه عندنا اللي احنا عملناها، وبعدين نعمل رايت كليك عشان ننزل واحده بس او نكتفي بفيلير ريكفري موديل واحد بس، وبعدين نصغر الاتين. نيجي هنا عند فيلير ريكفري نعمل رايت كليك وبعدين اديت اتريبيوتس. اللي يهمنا هنا هي الفيلير ريكفري سبيسيفيكيشن، فيلير لينك فيلير ريكفري سبيسيفيكيشن. نعلم على علامه البلس اللي جنبها هنلاقي مكتوب النمبر فور زيرو، معناها ان مفيش اي سيتنجز لسه خاصه بالفيلير لاي لينك في الشبكه اللي قدامنا. فانا عايز اعمل فيلير لللينك اللي ما بين ار 1 وما بين ار 3 في الثانية مثلا رقم 300، او في الثانية مثلا رقم 350. سيمبلي علشان اعمل الفيلير دوت هاجي هنا هوت على نمبر اوف روز واجي اعلم على واحد، يبقى انا هعمل سيتنجز واحدة بس خاصة بالفيلير، واجي هنا عن سيتنجز بتاعتها واتك على ان سبيسيفايد، هيجيب لي لستة بكل اللينكس الموجودة في الشبكة. كلمة لينك معناها الكونكشن اللي ما بين تو ديفايسز، فأنا عايز أعمل فيلير ما بين ار 1 وما بين ار 3، لما أتك على ان سبيسيفايد اللي جنب نيم أختار على أختار الكونكشن اللي اسمه ار 3 ار 1 كده. طيب إحنا عايزين نعمل إيه في اللينك اللي ما بين ار 3 وار 1؟ عايزين نعمل فيل على اللينك دوت، إمتى؟ مثلا في الثانية 200. يبقى لما اضغط على 200 هنا يبقى في الثانيه 200 اللينك دوت هيفيل، او اللينك ده هيقع، او اللينك ده هيتقطع. لو احنا عايزين نكمل على كده هنتك اوكي وخلاص، يبقى كده عملنا سبيسيفيكيشن لفيلير في اللينك اللي بين ار 1 وار 3 في الثانيه 200. طب لو انا عايز اللينك دوت يرجع تاني لوحده في الثانيه 300 250 مثلا، هاجي برضو عند الفيلير ريكفري ورايت كليك واديت اتريبيوتس واجي على فيلير ريكفري سبيسيفيكيشن، وبدل لما كان في
رو واحد بس هخليها 2 رو. طبعا احنا مخيرين ممكن نعمل 3 4 5 6 زي ما احنا عايزين. فلو جيت كتبت هنا رقم 2 هلاقي يظهر لي سيتنجز تانية او رو تاني هنا وبرده جنبه كلمة اسبيسيفايد، هعلم عليها او اعلم على النقط اللي قدامها واختار اللينك من R1 لR3 نفس اللينك بتاعنا، وعند الثانية 250 مثلا 250 بدل لما يبقى فيه فيل نعلم عليها ونتكة ريكفر ونتكة اوكي. كده يبقى اللينك R1 R3 هيفيل في الثانية 200 واوتوماتيكلي في الثانية 250 هيرجع تاني. طب ده هيأثر عليا في ايه؟ الجهاز اللي هو FTP Client أقرب مسار له عشان يبعت داتا لـ FTP سيرفر هو المسار من R23 لـ R3 مرورا باللينك دوت لـ R1 وبعدين لـ R15 وآخرنا الـ R20. فلو اللينك اللي ما بين R1 وـ R3 وقع اوتوماتيك للراوترز او الراوتنج بروتوكولز اللي جوه الراوتر هتعمل ابديت للراوتنج تيبل عندها بناء على التغيير اللي حصل في حاله اللينك، والترافيك يطلع من R3 لR2 ومن R2 لR0 ومنها لR1. علشان كده انا اخترت اللينك ما بين R1 وR3 علشان نشوف البرفورمانس بتاع الراوتنج بروتوكولز على الراوتر R3، لان هو ده اللي هيغير المسار بتاعه من R3 R1 الى R3 R2 لما يحصل تشينجينج في التوبولوجي لما اللينك R1 R3 يقع او يرجع تاني. بعد ما خلصنا السيتنجز بتاعت الفيلر ريكفري نيجي بعد كده نعمل سبيسيفيكيشن للبارامترز اللي هيسهلنا البرنامج الاوبنت. احنا كنا عملناها قبل كده فخلينا نراجع عليها تاني. بدايه خلينا فاكرين ان حرف الار الموجود هنا بين اللينكس معناه ان احنا مشغلين ريب از راوتنج بروتوكولز. لما نيجي نعمل سبيسيفيكيشن للبارامترز اللي هيقيسها او اللي هيطلعها لنا برنامج الاوبنت هعلم رايت كليك على اي جزء فاضي واختار تشوز individual statistics، وبعدين اختار احنا عايزين ايه. احنا عايزين شويه سيتنجز خاصه بالريب، فاعلم هنا على الريب وهلاقي اللي يهمني او اللي هقيسه هو الترافيك سند وريسيفد والنيتورك كونفرجنس ديوريشن. معروف ان النيتورك كونفرجنس ديوريشن هي الفتره اللي هيحصل فيها كونفرجنس او بناء كامل لكل الراوتنج تيبلز على مستوى الشبكه بتاعتنا في كل الرواتر. فانا علمت على السيتنجز ديت اللي خاصه بالجلوبال انفورميشن اباوت الريب. لو انا عايز معلومات خاصه عن الراوتر نفسه اللي هو R3 ففي الحاله ديت هاجي على نود ستاتستكس، اختار نود ستاتستكس وهاجي على اي بي انترفيس، ومن اي بي انترفيس هلاقي فيه الكيوينج ديلي. الكيوينج ديلي هيقيس الديلي اللي على كل انترفيس على الراوتر دوت، واكيد هيحصل فيه تشينجنج على الكيو ده او في الديلي على الكيو دوت لما اللينك ديت تقع او ترجع تاني، لان الترافيك هنا هيتاخر شويه في الكيو عقبال لما الراوتر يحدد المسار الجديد اللي هو من R3 لR2، وده اللي هنقيسه باذن الله لما نشغل البرنامج بتاعنا او نشغل السيميليتور. تمام. وبرضه ممكن نختار سيتنجز خاصه بالنود نفسها او بالراوتر نفسه، وليكن الراوتر كونفرجنس ديوريشن، الديوريشن اللي هياخدها الراوتر ده هو اللي هو R3 او اي راوتر فيهم علشان يبني راوتنج تيبل كامل، والترافيك اللي خارج من الانترفيسز واللي له علاقه بالراوتنج ابديتس. نفس السيتنجز ديت بنجيبها لما نشتغل على الـ OSPF والـ EIGRP. وبرضه في عندنا سيتنجز خاصه باللينك نفسه، لو اتكلنا على بوينت تو بوينت هنلاقي ان في كيو ديلي او الثروبوت الخاص بكل لينك، مش المتوسط الا على مستوى لينكات الشبكه كلها او الرواتر كلها. بعد ما حددنا البارامترز اللي هيسهلنا برنامج الاوبنت نيجي نشغل السيميوليتور بتاعنا. لما نشغل السيميليتور بتاعنا نختار الوقت اللي هيشتغل فيه وما نكترش الوقت، لان نسخه الاوبنت الخاصه بالطلبه اللي هي المودل اللي شغالين عليه ما بيطولش عن 10 دقائق تقريبا، ولو طول شويه يبقى اكتر اباوت 12 دقيقه او على حسب عدد الايفنتس اللي بيعدها، لان الماكسيم نمبر اوف ايفنتس اللي ممكن تعدي على برنامج الاوبنت هي اراوند 50,000 ايفنت طول مده السيميليشن. عشان كده مش ريكومندد نزود الوقت بتاع السيميوليشن. بعد ما حددنا الوقت بتاع السيميوليشن نعمل ران او نشغل السيميوليتور.
بدأ يشتغل، وده الجزء من الميموري اللي بيستغله وهو شغال عشان يطلع لي الخارج. قدامنا عدد الايفنتس اللي عدها او اللي عمل كولكشن ليها برنامج الاوبنت، وزي ما اتفقنا في الفيرجن اللي معانا ما اب تو 50,000 ايفنت. كده السيميوليتور خلص، نيجي بعد كده نشوف النتائج اللي خرجها لنا السيميوليشن. بنعمل رايت كليك وبعدين نختار فيو ريزلتس. من فيو ريزلتس نحدد الجزء اللي احنا عايزين نقيسه، وليكن ريب والترافيك سنت. هنلاقي هنا جراف بيوضح لنا الترافيك اللي اتبعت من الراوتينج بروتوكول اللي هو ريب، ولو احنا عايزين نشوف الترافيك اللي استقبله الراوتر برضو وله علاقة بالراوتينج بروتوكول ريب، هنعلم على ترافيك ريسيفت. كده احنا شفنا الجراف دوت. لو عايزين نشوف اكتر من جراف او اكتر من رسمه، بنعلم على اكتر من جزء او اكتر من بارامتر، ولو عايزينهم كلهم يطلعوا في جراف واحد بدل لما نتك على ستاكد ستاتستكس نعلم على اوفرليد فيطلعوا الاثنين على فيجر واحد بس. في امكانيه ان انا اخرج الرسمه ديت على اكسل شيت، يعني بدل لما ناخد رسمه على طول لا نطلع القيم نفسها في اكسل وناخدها من اكسل نعمل متوسط ليها او نرسمها من جوه برنامج الاكسل. ازاي ناخد القيم ديت على برنامج الاكسل؟ نتك على شو ونيجي على اي جزء في الرسمه بتاعتنا ونعمل رايت كليك ونختار اكسبورت جراف داتا تو سبريد شيت، يخرج لنا القيم ديت بس على برنامج الاكسل. وممكن بقى في الاخر اعمل افريجنج، مثلا اختار القيم المتوسطه بتاعت كل القيم ديت او اختار القيمه العظمى او اي قيمه انا عايزها، تك يساوي وبعدين اكتب افريج واختار الرينج اللي انا عايز احدده عشان يعمل لي افريجنج لو. واستخدمنا الطريقه ديت علشان نطلع قيم في الجداول الموجوده في المشاريع اللي اشتغلنا عليها قبل كده. يبقى دي القيمة المتوسطة. واخزن الملف دوت في اي فولدر انا عايزه بس باكستنشن XLSX مش TXT. اوكي. الجزء الجديد اللي عايزين نتكلم فيه في الرسمة بتاعتنا هو الراوتينج تيبل الموجود على الراوترز. ازاي نشوف الراوتينج تيبل الموجود على الراوتر بتاعنا او اي راوتر في الشبكه بتاعتنا؟ علشان نشوف الجزء دوت بنيجي على دي اس ران 1 تيبل وهلاقي موجود اوبجكت تيبلز وكامبس نتورك او الشبكه بتاعتنا. لو احنا بنتكلم على راوتر الثالث او راوتر 3 اعلم على راوتر 3 وبعدين اتك على بيرفورمانس وهلاقي راوتنج تيبل. راوتنج تيبل ات الثانيه 480، ده الاند راوتنج تيبل في نهايه فتره السيميوليشن او عند الثانيه الموجوده قدامنا اللي هي 480. الشكل بتاعنا اهوت، ده راوتنج تيبل. هنلاقي موجود في الراوتنج تيبل الديستنيشن نتورك الشبكه الاولانيه اللي هي 190.0.0.24 والمترك بتاعتنا اللي هي 1، والنكست هوب اللي هي عشان يطلع للشبكه دي عشان يوصل للشبكه ديت هيروح على انهي اي بي ادرس اللي موجود او اللي اوصل له عن طريق انهي انترفيس، والديستنيشن راوتر اللي اسمه راوتر 23. فده لست بكل الشبكات الموجودة عندنا أو كل النتورك اي ديز الموجودة في النتورك وإزاي نقدر نوصل لها أو نوصل عليها من خلال النكست هوب أدرس أو النكست هوب نود أو الانترفيس اللوكال الموجود في الراوتر اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى كده عرفنا الراوتنج تيبل، ممكن اعلم على اي جزء فيه واعمل كوبي وبيست واحطه برضو في برنامج الاكسل، مفيش اي مشكله.
بكده يبقى عرفنا الجزء الخاص باللينك اللي اسمه فيلر ريكفري لينك، وازاي نعمل اكستراكت للراوتنج تيبل من الاوتبوت بتاع الشبكه بتاعتنا. الكلام دوت احنا عملناه على الريب بروتوكول. لو احنا عايزين نعمل نفس البيانات دي او نفس سيتنجز ديت على توبولوجي او على بروتوكول تاني، ممكن نيجي على السيناريو بتاعنا دوت ونيجي على سيناريو ونتك على دوبليكيت سيناريو. دوبليكيت سيناريو لو احنا عايزين نستخدم نفس السيناريو بس نستخدم بروتوكول الاي اي جي ار بي، فهاجي هنا على ريب واحد وسمي اي اسم للتوبولوجي وليكن اي اي جي ار بي تيست مثلا ونتك اوكي. هياخد الشبكة بتاعتنا كلها بكل السيتنجز اللي احنا عملناها فيها زي الفيدر ريكفري كونفيجوريشن او الابليكيشن او حتى الريزلتس اللي احنا حددناها الخاصة بالكونفرجنس تايم الخاصة بالراوتينج تيبل، بس يحطها في سيناريو جديد ملوش اي علاقة بالقديم. وبعدين للتأكيد عايزين نغير الراوتينج بروتوكول بتاعنا، فنيجي هنا على كلمة بروتوكولز واي بي وراوتينج واختار كونفيجر راوتينج بروتوكولز. لما اختار كونفيجر راوتينج بروتوكولز هلاقي ويندو فيها لستة براوتينج بروتوكولز، انا بختار اي اي جي ار بي واشيل ال سيلكتد ايتم الموجوده على الريب ونتك اوكي. هنلاقي على طول بقى فيه حرف الاي على اللينكس اللي ما بين الرواتر، واي هنا معناها اي اي جي ار بي. تاني اعمل ران للسيميوليتور بتاعنا ونتك ران ويطلع لي الجرافس اللي هنقارنها بعد شويه بالجراف اللي طلعناه للريب. كده السيميوليتور خلص شغله، اختار ريزلتس من هنا او نعمل رايت كليك زي ما شفناها السيميوليشن اللي فات. هنا انا معلم بس على السيناريو الجديد اللي اسمه اي جي ار بي تيست. لو انا عايز اقارن اتنين سيناريوز وبعضهم ساعتها بدل لما اتك على كرنت سيناريو نعلم على كرنت بروجكت، هلاقي اكتر من سيناريو انا كنت عملته قبل كده. احنا دلوقتي مركزين على الريب وعلى الاي اي جي ار بي، فهعلم على سيناريو الريب وقبل كده هتلاقيني معلم على الاي اي جي ار بي. نختار مثلا جلوبال ستاتستكس وبعدين نختار ريب واختار مثلا ترافيك سنت، هلاقي الخارج بتاعنا اللي هو اللي شفناه من شويه بتاع الترافيك سنت لأول سيناريو. طب أنا عايز أختار سيناريو تاني أو بارامتر في سيناريو تاني، ممكن أشيل إي آي جي آر بي تيست ديت وأختار سيناريو أنا كنت عامله من شوية اللي هو إي آي جي آر بي فيل. هلاقي هنا في إي آي جي آر بي أعلم عليها وأتكل على ترافيك سنت. كده بقى عندي تو جراف، جراف للإي آي جي آر بي وجراف للريب، بس الاتنين منفصلين. لو أنا عايز أشوف الاتنين مع بعض في جراف واحد أعلم على ستاكد ستاتستكس وأختار أوفرليد. كده الاثنين اتحطوا مع بعض. القيم دي قيم ديسكريت، ولا يفضل ان انا احط القيم ديسكريت بالمنظر دوت، يستحسن ان انا احط قيم متوسطه ليها عشان اشوف الفرق على مستوى التايم كله. فبدل لما اتك على از از اعلم عليها واتك على افريج، هلاقي هنا القيم المتوسطه للافريج او للترافيك سنت او الثروت بتاع الراوتنج بروتوكول. يعني الاقي هنا مثلا ان مع الوقت الترافيك الخاص بالاي اي جي ار بي بيبقى اقل من الترافيك الخاص بالريب بروتوكول. يبقى احنا كده طلعنا جراف واحد نقارن فيه القيم المتوسطه للسنت ابديت ترافيك من ديفرنت راوتنج بروتوكولز، وما يقال على الاي اي جي ار بي والريب يقاس على باقي، بيقال على باقي السيناريوز زي مثلا السيناريو اللي انا مسميه او اس بي اف فيلير دوت. ونفس الكلام اللي عملناه في السيناريو اللي فات ان انا ممكن اعمل شو لي واكستراكت القيم ديت على
اكسل واعمل اي عمليه رياضيه عليها من جوه الاكسل. اتمنى ان السيشن تكون مفيده لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.